Donc découvrons ces travaux de recherche que j'ai intitulé Analyse génération et équilibre. هذا الملتقى العلمي الدولي هو تنظيم جاء من مخرجات آخر مجلس العلمي للمؤسسة. فمنذ ذلك الحين وبدأت عملية إعداد لتنظيم هذا اللقاء الذي سيكون على مدار يومين، يعني 14 و15 فبراير. وكما تعلمون فالموضوع اللقاء هو التقاليد والرقمنة في الفنون التقليدية، وكما قلت في كلمة تقديمية فهو موضوع يعني الجميع، لأن هذه العلاقة تعني مجموعة من القطاعات. الرقمنة أصبحت حاضرة بقوة، أصبحت كما قلت التحول الرقمي أصبحت منوالا، أصبحت واحد الباراديغم في جميع التخصصات والقطاعات. فأردنا أن ينخرط المتخصصون في مجال الصناعة التقليدية لدراسة طبيعة هذه العلاقة، كيفية المزاوجة، إلى أي حد يمكن للصانع التقليدي أن يزاوج ويستعمل، خاصة أن الطلبة المكونين عندنا في الأكاديمية يدرسون في مجموعة من الوحدات والمزوءات على مدار السنوات الثلاث من التكوين ذات صلة بالمعلوميات والحوسبة والرقمنة. ولكن لا نريد أن تكون هذه الوسائل يعني سببا في تدمير الهوية الثقافية والجمالية والروحية التي تزخر بها الصناعة التقليدية المغربية، وهي معترف بها دوليا وعالميا الحمد لله. فنريد أن تكون استفادة يعني كما يقول مناسبة، بيرتينونت، تكون استفادة إيجابية لا تضر، لأن الرقمنة مفيدة للصانع التقليدي في مجال التسويق، في مجال الاطلاع على ما الأبحاث والدراسات وكل ما يتعلق بالسياحة كذلك. ولكن وكذلك حتى كما قلت في التكوين الرقمنة أصبحت آلية أداة، ولكن دون المساس بالهوية ديال اليدوية المهنية ديال الحرف التقليدي، وهي قيمة نقلت عبر الأجيال عبر تاريخ المغرب الغني في هذا الباب. تندرج مداخلتي في بحث تأثير الرقمنة على الصناعة التقليدية. يتميز العصر الراهن بالتطور التكنولوجي، إذا فمن المهم التساؤل عن مدى تأثير هذا التطور، هذه التكنولوجيا، عن أحد أعمدة الهوية المغربية وهي الصناعة التقليدية. يتميز هذا اللقاء بمشاركة العديد من الباحثين من مجموعة من الجامعات المغربية، وكذلك بمشاركة العديد من الباحثين من جامعات أجنبية كتركيا وفرنسا وعمان. إذا نأمل أن يتم هذا اللقاء أن يخرج بالعديد من التوصيات والمخرجات، وأن تكون موثقة في كتاب ذا طابع بيداغوجي وكذلك أكاديمي. الأكاديمية تنظم يعني ندوة علمية تدوم يومين، يوم 14 من فبراير والخامس عشر منه، تحت عنوان الرقمنة والتقاليد والرقمنة في الصناعة التقليدية. سيشارك فيها مجموعة من الباحثين ومتخصصين من المغرب ومن الخارج، حيث جاءنا من بعض المتخصصين من الخارج، من تركيا، من الأردن، من فرنسا، ومجموعة من المتخصصين المغاربة أيضا جاءنا من فرنسا ومن المغرب، من كل الجامعات، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، والرباط أيضا. سيناقشون مجموعة من المحاور تتعلق باستعمال يعني الرقمنة في الصناعة التقليدية، فما هي الفوائد التي ستستفاد من هذه استعمال الرقمنة، وما هي الأمور التي قد تضر بهذا الموروث الثقافي للصناعة التقليدية.